خلينا نشوف اخيرا تقرير تكريم اللجنه شبه الاولمبيه للمشاركين في اولمبياد لندن ثم نعود من جديد. كان في ذاك شكر فهو شكر لصاحب السمو الملك الامين نواف من نواف بن فيصل رئيس عام الاتحاد رئيس الاتحاد السعودي لرياضه الاتحاد الخاصه، يعني نشكره واللي يعني وافق على الصقل الاولمبي ودعم ابناء الاتحاد الخاص، يعني انا اعتبره دعم ممتاز جدا، يعني المتاهلين على 100,000 ريال والاخان النخلي 700,000 ريال، وهذه انا اعتبرها حافز كبير جدا لابناء الاتحاد الخاصه، لان ابناء الاتحاد الخاصه كما عودونا برفع علم الملك خفاق المحافل الدولية، هذه حتى ستعطيهم حافز إن شاء الله للبطولات القادمة. وإن كان هناك شكر فأنا نشكر الأمير نواف بن فيصل، أشكر جميع من يعني من كرم لاعبنا الوطن، أنت موجود كنت معنا 70,000 متفرج ويحطم الرقم العالمي مرتين، أنا أعتبر إنجاز كبير وكبير جدا من هذا العدد الخاصة، وإن كنا من منبركم هذا يعني آمن من 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 رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة والشركات، يعني دعم مثل هذا الشيء وهو اقل واجب يؤدونه لابناء هذا الوطن اللي رفعوا علم المنخفض، وان كنا نحتاج المزيد، يعني ان ما شفنا الا شيء بسيط جدا من 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 عندنا رجال اعمال ومؤسسات يعني كبيره وكبيره جدا، يعني تقدر تدعم مو بلاعب، تقدر تدعم الاتحاد السعودي كله. ناصر، في مثل هذه الاحداث ومثل هذه المناسبات نسمع هناك ناس يكرمون ولا يتم التكريم، وهناك يكرمون بمبالغ بارقام كبيره وفي الواقع تكون هناك يعني ارقام اقل من ذلك. انتم ما ردكم على مثل هذه الاشياء؟ والله الله يسامح، ما اقول الا الله يسامح، يعني هي بروباغندا يا اخو، انتم رجال يعني، والرجل اذا وعد يوفي الامانه، اذا انت بتعطي فاعط والشيء اللي تقوله اعطه، ولا لا تتكلم مع احد يعني غصبك تتكلم. اقدم الشكر للامير نواف بن فيصل على الدعم هذا، ان شاء الله الدعم هذا يكون حافز للبطولات الجايه، طبعا خاصة بطولة العالم اللي هي بعد 8 شهور في باريس، وشيء يعني مو غريب انه تكرم، ما هي أول مرة، وإن شاء الله انه يكون دعم قادم إن شاء الله البطولات تحقيق إنجازات ومدريات إن شاء الله.